بسم الله الرحمن الرحيم. أحد الطرق المهمة في المولوكولار بيولوجي هو استخدام جهاز كهربائي لفصل الـ DNA أو ما يعرف باسم الجل إلكتروفوريسيس. هنتكلم النهاردة على البرينسيبال بتاعه وإزاي بيشتغل وأنواعه. المقصود بالجل إلكتروفوريسيس هو طريقة لفصل الـ DNA في مادة جيلاتينية تسمى الأجاروز باستخدام إلكتريكال فيلد، مجال كهربائي. بيعتمد الفلسفة بتاعته إن DNA بيبقى نيجاتيف تشارج نتيجة وجود الفوسفيت جروب زي ما انتم شايفين في الاستراكشر دي، بتدي نيجاتيف بولاريتي لـ DNA، فبالتالي لما انت بتحط كاثود وأنود بوزيتيف ونيجاتيف فالـ DNA بيحصل له مايجريشن من النيجاتيف تشارج للبوزيتيف تشارج. طبعا السمول بيس بتترافل فاستر، مايجريشن فاستر، واللارج بيس بتبقى سلو. بالنسبه لتركيب جهاز الجيل الكتروفريتس اللي بيسمى اباريتاس، ده عباره عن ايه؟ ده عباره عن جزء كهربائي اللي هو الباور او بيسموه الفولتج سورس، هنا بيمتد منه سلكين الكترودز، واحد نيجاتيف تشارج والتاني بوزيتيف تشارج، وبعد كده في ما يسمى بالجيل بوكس اللي هو الازاز الانترافينو، وبيبقى فيها الكاستنج تري المكان اللي انا بحط فيه الجيل، في الجيل زي ما انتم شايفين في النص، وفي الويل كامبس اللي انا او زي سنين المشط كده اللي انا بحط فيه الدي ان اي سامبل. بيستخدم نوع من الجيل مخصوص اسمه الأجاروز، وده جاي من السي ويدز الأعشاب البحرية. هو عبارة عن لينير بوليمر من الشجر مولكيول، بيحصل له ميلتنج عند 98 درجة مئوية، بنعمل له ميلتنج في الميكروويف، وبعد كده بيبدأ الدي ان ايه يتحرك من خلال المسام أو الشبكة اللي انتوا شايفينها. لو هتعمل له كونسنتريشن بتبقى الفتحات واسعه، يبقى في حاله الدي ان ايه لارج سايز لارج مولكيول، بعمل كونسنتريشن لو. لو انت عندك الدي ان ايه سمول سايز فبعمل هاي كونسنتريشن. طبعا عشان نمرر الدي ان ايه في الالكتريك فيلد محتاجين بافر. في ايه انواع البافرز اللي انا بستخدمها للالكتروفريسز؟ عندي نوعين مهمين جدا او commonly used، حاجة اسمها TAE وده pH بتبقى من 8، ده اختصار لتريس اسيتيت اديتا، دي مكوناته. التاني TBE وده more purified شوية، وده تريس بوريت اديتا، ده الكومن بافرز اللي انا بستخدمها في الالكتروفريسز. الدياجرام ده بيلخص لنا خطوات الالكتروفريسيز. انا بيبقى عندي جل بوزنه وبحطه في البفر في فلاسكا زي ما انتم شايفين، وبعدين بدخله المايكرويف يحصل له بويلنج، وبعد كده بسيبه يبرد، وبعد كده بصبه في التري اللي انتم شايفينه اللي فيه معاه كامب، وبعد ما بيجمد بشيله كامب فبيبقى الويلز موجوده. بعد كده بحط التري ديت في التانك بتاع الابريتاس اللي انت شفتوه في الصورة، وابدأ اشغل التيار الكهربائي، ويكون عندي الدي ان ايه، واحقن الاول الدي ان ايه بطريقة هنشوفها مع بعض، وبعدين اشغل التيار الكهربائي. بتحصل بعد كده سيباريشن الباند على حسب السايز، الشورتر بتجري اسرع لقدام واللارجر بتبقى سلو. وبعد كده ممكن تستخدم اي سوفت وير تحلل من خلاله وتعمل علاقات بين الباند سايز مع بعضها. الصورة دي بتوضح لك الطريقة الصح لعمل لودينج للدي ان ايه سامبل داخل الالكتروفريسيس ويلز. زي ما انتم شايفين كده بيبقى زي زاوية قائمة، وبتمسك بصابع بتثبت التيبس بتاعة المايكروبيبت قصاد الويلز بالظبط عشان ما تطلعش بره، وتعمل انجكشن بالمايكروبيبت للدي ان ايه. دي الطريقة المثلى لوضع الدي ان ايه
داخل الويلز. الصور ديت بتوضح لنا الستبس اللي احنا قلناها. بيكون عندي الدي ان ايه سواء كان بي سي ار برودكت او متكسر دايجيشن بي دايجيشن انزيم، بحطه في الويلز، وفي عندي الكاثود اللي هو نيجاتيف والانود اللي هو بوزيتيف تشارج، فالدي ان ايه بينتقل من الكاثود للانود. وبعد كده زي ما احنا عارفين اني بشغل باور سبلاي، ان المولكيول اللي هي بتبقى شورتر بتتحدف لقدام تمشي اسرع في الجل، اما اللونجر او لارج مولكيول بتبقى فوق. بعد كده بسبغ الجل بايثوديوم برومايد، بعد كده بعرضه لليو في، لان اليو في بيحصل لها اكزيتيشن للايثوديوم برومايد، فدارك روم او دارك بوكس اقدر اشوف البندات زي ما انتم شايفينها. وبعد كده اقدر انقل الصوره دي على الكمبيوتر زي ما احنا قلنا في الصوره اللي فاتت. اخر حاجه هنتكلم عليها التايبز اوف جيل الكتروفريزز. خلي بالكوا في نوعين من الجيل الكتروفريزز. العادي بتاع الدي ان ايه ده بيسموه هوريزونتال الكتروفريزز سيستم زي ما انتم شايفينه، ده اللي بيستخدمه عاده للدي ان ايه سيبريشن. اما في جزء تاني فيرتيكال الكتروفريزز، وده يستخدم ل سيبريشن للبروتين، وبستخدم جل معين اسمه اس دي اس جل. فبالتالي الفيرتيكال بيستخدم للبروتين، اما الهوريزونتال للدي ان ايه. الدياجرام ده بيوضح لنا الفيرتيكال الكتروفريسز اللي بيسموه هنا اس دي اس بيج، نتيجة استخدام مادة الاس دي اس في بدل الاجاروز، بنفس البرينسيبال بتاع الهوريزونتال العادي، ان في الكترودز في نيجاتيف تشارج وبوزيتيف تشارج، والبروتين ليه نفس السيستم نيجاتيف تشارج، فبالتالي السمول بروتين بيطلع لقدام واللارج سايز بروتين بيبقى لورا. ما بيختلفش كتير عن الهوريزونتال.